السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة احنا جايين نزود انتاج البيض بحاجة ما تكلمناش عنها وما حدش اتكلم عنها قبل كده خالص، وحاجة متوفرة بسعر رخيص وزهيد جدا، وتقريبا بتدخل البيوت عادي وتخرج بواقيها من البيوت عادي بدون ما ناخد بالنا ان هي بتزود انتاج البيض، وانها فعلا ممكن تقدم سواء هي او البواقي بتاعتها اللي بتفضل مننا تقدم للطيور تزود انتاج البيض، لان هي ليها فوائد كتيرة جدا زي ما هنشوف مع حضراتكم خلال الفيديو. اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا يلا بينا ندخل في الموضوع على طول، محتاجين نتعرف على فوائدها وهننصدم مع بعض بالفوائد. فوائد جبارة يا جماعة، فوائد جبارة جدا. اول حاجة هي مدرة للبول وبتعالج امراض الحصى والرمل. يعني موضوع انها مدرة للبول ده ممكن يكون مش هيفيد او الطيور، لان هما كده كده يعني كل حاجة بتخرج منهم ونادرة لما بيتصابوا بعسر في الهضم، انما موضوع انه بيعالج امراض الحصى والرمل ده هيساعدنا بنسبة كبيرة. ليه بقى؟ لان احنا الطيور بتاعتنا لو في املاح او في حصى او في رمل في جسمهم كده كده بياكلوا اي حاجه، تمام؟ فلو اتراكمت الرمله او اتراكم فيهم الحصى في بطنهم ده هيعمل لهم مشاكل كتيره جدا، وممكن يسبب لهم بقى عسر هضم او يسبب لهم صعوبه في امتصاص الطعام بشكل عام. لذلك هي مهمه جدا علشان بتساعد في امتصاص الطعام. كذلك العشبه دي او النبات ده غني بفيتامين جيم. فيتامين جيم يا جماعة ده من الحاجات الأساسية المهمة لزيادة إنتاج البيض وللحفاظ على إنتاجية البيض. فيتامين جيم موجود في النبات ده بكمية كبيرة، وإحنا للأسف كل يوم بنرميه للأسف. وبرضو بيعالج أمراض تكون الحصى بالمرارة ومجاري الكبد. تخيل الكبد بتاع الطائر يتنظف أول بأول، والمرارة بتاعة الطائر تتنظف أول بأول وما يبقاش فيها أي مشاكل، وإحنا برضو بنرمي بواقي الأكلة دي أو النبات ده ومش بنستغلها بأي شكل. وتخيل كمان إن هي مضادة للفيروسات، فيروسات الرشح، وبتحمي الطائر من الرشح وبتعالجه من الاحتقان، احتقان الحنجرة. كل ده بيحصل للطائر عن طريق حاجة بسيطة جدا ورخيصة جدا للأسف برضو كل مرة أقول لكم إن إحنا بنرميها وبنتخلص منها. وبرضو في أبحاث بتثبت مفعول النبات ده في الوقاية من السرطانات. يعني لو في سرطانات، لو في سرطان معين مثلا الطائر معرض ليه، تلاقي على طول إيه النبات ده بيساعد في التخلص من السرطانات. طبعا انت عندك تشويق وانت متشوق تعرف ايه هو النبات. النبات ده يا جماعة بيزود كثافة العظام وبيمنع ترقق العظام، يعني بيخلي العظم بتاع الطائر اقوى وما يبقاش ضعيف. وكده كده الطيور البلدي عظمها مش ضعيف، لكن لما بيبقى ضعيف بيبقى بسبب مرض وبسبب ضعف عام في الجسم وبسبب قلة كالسيوم فيتامين د وكل التفاصيل دي. لكن النبات ده بيساعد في تكثيف العظام. وقبل ما اكملك الفوائد هقولك هو الفجل. الفجل، الفجل ده يا جماعة فوائده انا قلت شوية منهم، ويلا بينا نكمل الفوائد وهقولك ازاي تقدمه بالطريقة الافضل، تمام؟ برضو هو له تأثير مضاد للجراثيم الهضمية، له تأثير مضاد للجراثيم الهضمية وبيزود من الإفرازات الهضمية، يعني بيساعد على الهضم وبيعمل يعني عامل كده وقائي ضد الجراثيم الهضمية. أي مشكلة في الهضم تروح على طول بسبب النبات ده. كمان الفجل بيعتبر فاتح للشهية، فاتح للشهية. يعني ايه فاتح للشهية؟ يعني الطائر ياكل اكتر واكتر، بس حضرتك معاك الترمومتر طبعا تديله العناصر الغذائية اللي تفيده مش اللي تجيب له سمنة او تجيب له اي مشاكل. كمان الفجل بيمنع جلطات الدم وبيمنع امراض جلطات الدم وامراض الدم بشكل عام. انت متخيل معايا؟ يعني بنلاحظ كده بعض الطيور ساعات بيبقى فيه كده ايه تجمعات دموية في جسمها،
طبعا احنا بننفض لموضوع التجمعات الدمويه ده، مش بناخد بالنا منه. احنا اكيد مش هنعمل له قسطره الطائر ده، ولا هنخليه نعالج له الجلطه، لانه اكيد مش هيغمى عليه من الجلطه. يعني هو الطائر ما بيتصابش بالحاجات دي زي البني ادم، لكن الطائر صحته بتضعف بسبب التجمعات الدمويه دي، خصوصا لو كانت في اماكن صعبه شويه، اماكن تضايقه، تمام. انما التجمعات الدمويه دي بتحصل ليه؟ بتحصل بسبب ان احنا ما بنستخدمش حاجات زي الفجل. الفجل ده يعني نبات كده ايه، مشطشط شوية وحراق شوية زي الجرجير، لكنه بيشتغل برضو في منع جلطات الدم، وبرضو بيمنع السعال وأزمات الربو والكحة اللي بتيجي للطائر والخرخشة وكل الأمراض التنفسية دي، وبرضو بيمنع سقوط أي يعني من الحاجات اللي لها علاقة بالكالسيوم من جسم الطائر. يعني العظم بتاعه ما يضعفش، ما يسقطش. المنقار بتاعه لو عنده الطائر ده عنده أسنان، الاسنان برضو الاسنان ما تقعش وما تتسوسش وما تبوظش، تمام. لو الطائر ده عنده اي حاجه، اي نوع طائر بقى، مش ضروري فراخ، اي نوع طائر، تمام. لو الطائر ده عنده اي مشكله في العظم تتحل على طول بسبب الفجل، وكمان هو بيمنع فقر الدم، بيمنعه مش بيعمل وقايه ضده. ازاي بقى تستخدم الفجل ده؟ الفجل ده انت كده كده ممكن يكون بيدخل بيتك، وممكن يكون انت منفض له اصلا، فهو فوائده للانسان لا تعد ولا تحصى. اولا واخيرا انا بنصحك انت كبني ادم تاكله، يعني انت كبني ادم، نصيحة من بني ادم لبني ادم لازم تاكله. نصيحة بقى من بني ادم لطائر او للمربي بتاع الطائر، يا ريت حضرتك البواقي بتاعت الفجل دي تاخد بالك منها كويس وما ترميهاش وتديها للطيور، حلو. مش بس بواقي بقى، خد الكبيرة والتقيلة، هو كده كده رخيص، خلي فيه كده جزء من الفجل اللي بتشتريه للطائر بتاعك، ومش بكميات كبيرة. انا مش بطلب منك تشتري كميات كبيرة من الفجل وتديها له، الموضوع اصلا هيتقدم كل اسبوعين مرة، كل اسبوعين مرة، والربطة الواحدة تكفي 10 فرخات، ربطة واحدة تكفي 10 فرخات، فانت مش هتصرف حاجة خالص. كل اسبوعين ربطة ل10 فرخات، او ربطتين ل20 فرخة، او 3 ربطات ل30 فرخة، انت كده هتمنع عنهم بلاوي كتيرة جدا، وهي رخيصة. الربطة رخيصة ومش مكلفة بأي شكل، فياريت يا جماعة نهتم بيه الفجل. انا قلت شوية فوائد ليه، وعلى فكرة له فوائد كتيرة تانية، له فوائد كتيرة تانية انت محتاج انك تركز عليها. وتاني انا بنصح البني ادم اللي بيسمعني ان هو الفجل ده مفيد للبني ادم قبل ما يكون مفيد للطائر. البواقي بتاعته تتقدم، وكمان نخلي فيه حصة اسبوعية، او على يعني على الاقل اسبوعين، كل اسبوعين بالنسبة لي الطيور بتاعتنا، تمام، نقدم ليهم الفجل ده. لو مفيش خضروات تانية هيكون مفيد جدا، هيكون مفيد جدا. وعلى فكرة هو مش وجبة مشبعة، هو زي ما تقول كده عينة، كمية صغيرة هتكفيهم جدا كوقاية وكعلاج لمشاكل كتيرة جدا. تتقدم في اي وقت عادي، تتقدم مع وجبة الخضروات بتاعت النهار، تتقدم بعد العلف بتاع الصبح، تتقدم مع العيش او بعد العيش بتاعت وجبة بالليل، براحتك. كده كده الفايدة هتوصل للطيور. وده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ونشوفك على 1,000,000,000 خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.